بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد. هذه شتلة المرمرية عمر سنة بعد الحصاد، يعني اتحصدت العشبة دي عشبة واحدة عمر سنة. زي ما حضرتك شايفين دي بعد الحصاد. طبعا قبل الحصاد زي ما حضرتك شايفين العشبة ازاي، دي عمر سنة. دي عشبة واحدة. بسم الله ما شاء الله. هنيجي نحصد العشبة دي. تعال محمد امسك لي الموبايل كده. طبعا دي على العمر عام، ولكن انا بحصد عشان بس تشوف ايه انتاج العشبة الواحدة. بص ازاي، شوف في العشبة كم عود بالضبط، عيدان مليانة عيدان، يعني احنا حصدنا النص وفاضل النص في العشبة واحدة. كل دي اغصان في حصدة واحدة. الحصدة الثانية نفس الكلام، خد لما نكمل الحصاد، خد ثبته كده. رد الماس يعني بسم الله ما شاء الله، كل الانتاج ده من عشبة واحدة. اكتر من كيلو نص مجفف اخضر، اكتر من كيلو نص اخضر بيبقى مجفف 500 جرام من عشبة واحدة. خد يا فادي، تبقى زي كده بعد الحصاد. بسم الله ما شاء الله، زي ما حضرتك شايفين عشبة